معاكم احمد عبد الله غامدي ابو ماجد، عضو من فريق مشاة وهايكينج جده. انا مشارك في مشاة جده لي سنه وستة اشهر، يعني سنه ونص، والحمد لله يعني شعور لا يوصف. الحمد لله استفدت كثير بالنسبه للصحه، السكر، الضغط، كل الامراض اللي يجي على الشخص. انا بالنسبه لي اوجه نصيحه لكبار السن والشباب كلهم عامه، يعني من جميع الاطراف، بممارسه المشي، لانه صحه صحه صحه، الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. بالنسبه للتغذيه الحمد لله يعني وضعي عادي طبيعي، يعني ما اخذ اي شيء، ما نقص شيء ولا حاجه، اكلي طبيعي. ابتعدت عن الحاجه واحده اللي هي المواد الغازيه، الغازيات هذه بانواعها، السكريات برضو بانواعها، والحمد لله رحمه الامور، الحمد لله من ابدع ما يكون. الحمد لله اعتدل عندي كل شيء، السكر، الضغط، امراض المفاصل، الظهر، النوم الحمد لله استقر، والحمد لله رب العالمين. بالنسبه للعمر يعني 67 والحمد لله رب العالمين، والعمر مجرد رقم بس. معكم اخوكم الدكتور سامي معتوق خبيري من فريق مشاة جدة. يجب على كل فرد من افراد المجتمع انه يهتم بالرياضه، لانه صحتك رياضتك ورياضتك صحتك، فلا بد ان نهتم بالرياضه، بالذات المشي. المشي مهم جدا، الحمد لله متوفر المماشي في جميع مدن المملكة، فيها مماشي، وأينما تذهب تجد ممشى. فالعمر مجرد رقم، لا نهتم بالعمر. الحمد لله أنا في السبعينات، والحمد لله من فضل ربي بأمشي، بزاول الرياضة، وكلنا أعتقد أننا بنزاول الرياضة، لكن لو تراخيت وجلست تمام الثقة انك انت الخسران، لن يخسر احد غيرك. الحكومة وفرت المماشي، وزارة الصحة بتعمل برامج صحية ورياضية، وزارة الرياضة بتعمل برامج، جميع الوزارات اصبحت الان مهتمة بعملية البرامج والصحة، وهذا من فضل ربي. بس الهمة والعزم من كل فرد من افراد المجتمع لإنجاح أي فعالية تقام في أي مدينة.